وفقنا بحل أكثر من 1500 قضية على وجه التقنية. دائما تواجهنا قضايا بصدد قضية اليوم حليناها الحمد لله بين عائلة الزقاريط وتشيرة المريت. حصل أنه بعض الشباب حادثة تطورت أنه بعض الشباب طعنوا بعضهم بالسلاح الأبيض، لله الحمد وقفنا عليها بمساعدة وجهاء العشائر، ولله الحمد توفقنا بالصلح، تم كتابة صك صلح ما بين الطرفين.